إلا والله قللتوها نصف على كده معادل الجماله معسر سمي بقى قنفز. حمش يا ابو ناصر حمش. شور اوف كورس طبعا، علشان كذا هو مسيطر على الوضع في بيته، يعني مسوي كنترول. وخلي مرته تعرف تطبخ، ودي اتعلم منك هالموضوع بالذات. يا عمي انت تعرف بنات هاليومين ما لهم في الطبخ، يعني وشلون تعاملت مع خالتي ام ناصر في بدايه حياتك وكيف توصلت لهالنتيجه. اي بما معنى هاو هاو هاو. وراك تهوهو علي انت ها؟ بعدين تعال انت وهو. انا ملاحظ انكم تتكلمون كلامنا ما ادري معفوس كذه مجلغوا من على بعضه غير مفهوم، وش السالفه؟ يا يبه الله يطول في عمرك، ذول الربع يا يبه ها؟ يخلبطون العربي بالانجليزي ها؟ ويقولون ثقافه. شو اسمها؟ ثقافه يا رجال ثقافه. انا بزمطك يا نويصر، لا تتدخل. ان شاء الله. الحين الله لا يشفيك يعني، وش شغل خلطه هذه كلها على بعضها؟ يا ابو ناصر هذول عيال هاليومين. وجه الله عيال هاليومين يعني انت الله لا يشفيك يعني. انا في دخشمك يعني ما انت بخايف عليهم يعني مع مرور الزمن انهم ينسون العربي ذا ويطشونها كله؟ وانا شو اسوي بهم؟ حجزت معاهم. يا عمي الله لا يصفحك على قولتك، هذه لغه شبابيه ودارجه بالحيل يا عمي. اوه ريلي. شو اسمها؟ ريلي. يا شينها من ثمك. شو اسمها؟ ريلي. اسمع بطبطاك بريدي انا. اسمع انت لا سمعك تحكي مثلهم مفهوم؟ ان شاء الله. ما عاد الله يا نويصر، تنسى حكيت ابوك وجدك. ما بكفايه اللي ضيعوها هم؟ يا رجل حافظ عليها على الاقل انت وامثالك مفهوم؟ اوف كورس بابا. وجعت